وكالة الأناضول سلطت الضوء على تصريحات لمسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية، حيث توقعوا أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا ضد إسرائيل يشمل إجراء تحقيق مستقل في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ونقلت الوكالة عن صحيفة هارتس العبرية قولها إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن هناك فرصة حقيقية للغاية بأن توافق المحكمة الدولية على مطالب جنوب إفريقيا وأن تصدر أمرا قضائيا ضد إسرائيل. وبحسب الأناضول فقد أفاد المسؤولون أنه يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإجراء تحقيق مستقل في تهم جرائم الإبادة أو السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة.